النهارده. طب اتفضل قول لي ايه الموضوع بمصرية الاتصالات ده النهارده؟ موضوع المصرية للاتصالات دوت موضوع من زمان خالص. بمعنى ان المصرية للاتصالات من 2000 هنقوله، لو احنا مش هنقوله فساد هنقوله سياسة غير رشيدة، سياسات معادية ممكن يكون للدولة، دور الدولة في وجودها كقطاع حيوي في مجال حيوي ان هي يبدا ليها اهميه. يعني انت بتقول للمصريه قيادات المصريه للاتصالات عاملين مظاهرات النهارده جاي من اسكندريه اوتوبيسات، من جنوب سيناء اوتوبيسات، من المنوفيه اوتوبيسات، يعني من كل القطاعات جايين جايين ابتدوت كلهم جايين النهارده. طب ايه مطالبنا؟ مطالبنا اقاله مجلس الاداره، لان مجلس الاداره كله عباره عن ناس خارج الشركه ممكن ما يكونوش عارفين حاجه عن الشركه اساسا، سواء مختار خطاب اللي هو وزير قطاع الاعمال السابق بيتهم في عده اجرام، يعني اللي هو مخالفات وتحول للنيابه العامه بعد الثوره، غير كده هوت ناس كتيرة ليس لها علاقة بالإيه بالشركة ككل. الإدارة التنفيذية معروف إنها كلها بتيجي بالوسائط، تيجي من خارج الشركة تحت مسمى كفاءات خاصة، مرتباتهم لا يعني لا تمت بشيء بلائحة الشركة، اللي هي لائحة شركة حكومية اللي الشركة مساهمة فيها ب 80% وبقى 20% منها نزلوها في البورصة، شريحة في البورصة. وكان قبل الثورة كان طارق كامل اللي دلوقتي موجود في عينوه شالوه من الوزارة، عينوه في جهاز تنظيم الاتصالات، كان عاوز يطلع يبيع القطاع الخاص القطاع العام للقطاع الخاص وكده، عاوز يطلع شريحة تانية 29% يبدأ ايه عشان ما يخالفش القانون، 51% للحكومة، عاوز كل شوية سياسة البيع. برضو الإدارة التنفيذية برضو حكاية قصة الجمود، الجمود في مجلس ال يعني انت موظف في المصرية للاتصالات وهم دلوقتي عاملين اعتصام قدام المظاهرات قدام رمسيس، في قدام الديوان العام في رمسيس، وهيجوا على هنا بعد كده في البلد. على ما اعتقد انا ما كنتش متابع معاهم على النت، لكن على ما اعتقد هيجوا اوصل لهم كده وباجي لك بعد الصلاه. خلاص ماشي. الكفاءات الخاصه برضو اكد على المطالب مجلس الاداره، الكفاءات الخاصه الاداره التنفيذيه بد سن المعاش والمستشارين، والكفاءات الخاصه برضو الثاني ناس بتيجي من بره عشان معلش بالثانوية العامة او بالدبلومات وكده والاعدادية، وياخدوا بال60 و70 ألف جنيه، والكلام ده مش احنا اللي بنقوله، الجهاز المركزي للمحاسبات اللي بيقوله، والاطلاع على الجهاز تاريخ جميع اللي جاي، وعلى فكرة ده كله قبل الثورة. ماشي، القصة كانت قبل الثورة. شكرا.